السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، نتحدث عن ملفين في هذه الحلقة. الملف الأول عن كتلة الآمال الوطنية اللي تعد إضافة نوعية لجسد العملية السياسية، فرغم حداثة نشأتها إلا أنها سابقت الزمن وحققت نتائج ملموسة في تنفيذ عدد من خطوط برامجها، الأبرز فيها التواصل المباشر مع جماهيرها والتفكيك من نقاط معاناتها تحت قبة البرلمان وخارج هذه القبة، وهذا ما تعد الكتلة بنوابها السبعة أحد المرتكزات الأساس في عملها، طبعا وصولا إلى مشاريع استراتيجية كتفعيل اتفاقات طريق الحرير وإحياء القطاع الزراعي والصناعي، فضلا عن إفرادها مساحة اهتمام خاصة بعقول الشباب وطاقاتهم، فهي مؤمنة أنهم عماد البلد وأساس نهضته وتطوره. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة، فنتحدث عن ضمن الاستمرار في عملية التكامل الإقليمي والدولي، أجت تلبية رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي لدعوة بشار الأسد في زيارة سوريا ضمن الأطر التعاونية بين البلدين، بما يحقق مصالح المنطقة ويسعى إلى بسط الأمن والتقارب، خصوصا بعد التقارب السعودي الإيراني اللي فتح الآفاق نحو مساعي الدول بالتقارب الاقتصادي والسياسي والتعاون الأمني. يرى المراقبون أن الزيارة تكمن قيمتها الجوهرية في الانتصار الاستراتيجي للمنطقة بما يحقق المصالح العامة. أحبتي المشاهدين، هاي الملفات من حصادنا لهذه الليلة راح ناقشها تباعا مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم السيد النائب ياسر الحسيني رئيس كتلة الآمال الوطنية. أهلا بك سيادة النائب، ضيفا كريما في الاستوديو. نتحدث عن قضية مهمة جدا وهي نشأة هذا التكتل، يعني رغم حداثة كتلة الآمال الوطنية، هل يمكن القول بأنه كتلة الآمال قطعت مسافة في تنفيذ الأولويات اللي رسمتها في برنامجها الانتخابي وما بعد وصولها إلى قبة البرلمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك ولقناتكم الموقرة ولجميع الشعب العراقي من أقصاه لأقصاه. حقيقة الأمر فيما يخص كتلة الآمال الوطنية كتلة حديثة، ويعني ظهرت إلى العلن بهذه الدورة، الدورة الخامسة. واقعا لدينا طموح ان نعمل باتجاه القاعده الجماهيريه وباتجاه الشعب العراقي عامه، من جانب اخر نرفد البلد بكثير من الرؤى الكفيله بالنهوض بالقطاعات اللي بالاخص اللي تشكل تحديات للنهوض بالعمليه السياسيه بشكل اللي نطمح الى ويطمح الى المواطن العراقي. كثير من القضايا يعني بنيناها داخل قبة مجلس النواب وبأروقة الحكومة، قضية النهوض بالوضع الاقتصادي العام ورؤى قدمت إلى الحكومة وإلى الوزارات، وناقشنا كثير من الملفات بالاجتماعات الخاصة وبالمؤتمرات العامة، وكثير من الطروحات تبنتها كتلة الآمال. يعني نطمح أن نرى حقيقة الأمر، استثمار فعلي وجاد لخيرات وثروات هذا البلد ولطاقات الشبابية اللي موجودة. للأسف يعني كثير من الإخفاقات وكثير من التحديات مرت بالبلد من سقوط النظام البائد إلى اليوم،
ومنها التحديات الأمنية والتحديات الاقتصادية والسياسية. والآن يعني حقيقة بهذه الحكومة نعيش وضع اقتصادي يعني وضع مستقر، وضع سياسي مستقر، ووضع اقتصادي يعني أمني مستقر. لابد من النهوض بالوضع الاقتصادي على اعتبار هو يشكل التحدي الأول والأهم والأخطر بهذا الجانب. لابد من استثمار طاقاتنا الشبابية، لابد من استثمار الخيرات اللي موجودة بالبلد. طيب. ويعني نكون عونا لهذه الحكومة بقدر إمكانيات اللي متاحة لي. يعني حضرتك أستاذ ياسر تتحدث كرئيس كتلة عن مكونة من 7 نواب، هسه الكتل السياسية الناشئة لربما كانت على المحك في هذه الدورة الانتخابية، ولكن من خلال الرصد الإعلامي كتلة الآمال رصدنا بأن كان لهم تحركات خدمية، طالبات النيابية داخل قبة البرلمان أو عن طريق التواصل المباشر مع المؤسسات وتلبية احتياجات المواطنين سواء في المحافظات الأقضية. هل يمكن أن نعتبر بأن هذا التواصل مع الجماهير هو ركيزة أساسية في عمل هذا التجمع الذي أصبح كتلة؟ بالحقيقة لتصحيح المعلومة أدق، يعني إحنا كتلة من 9 نواب. نعم. هذا من جانب، ومن جانب آخر على اعتبار الرؤانة اللي ذاهبين باتجاهها واقعا نتبناها بشكل يعني بقوة وندافع عنها إلى حين التحقيق إن شاء الله، بما فيها يعني استثمار طاقات الشباب واستثمار خيرات البلد اللي موجودة. احنا عندنا تحديات بالجانب الاقتصادي، يعني والاقتصاد لابد أن يذهب باتجاه الصحيح، ألا وهو يعني تفعيل قضية الاتفاقية يعني النظام إلى طريق الحرير والحزام الاقتصادي، وأخذ دور الميناء الفاول الحقيقي والربط يعني ربط الطريق أو الالتحاق بطريق الحزام الاقتصادي بالشكل الحقيقي. واليوم نوه عنا دولة رئيس الوزراء بمؤتمر اللي انعقد هذا اليوم وذكر هذا الموضوع بشكل حقيقي وبصيغته المرجوة، يعني نأمل وندفع بهذا الاتجاه ونطمح ونتابع إن شاء الله إلى حين التحقيق. قضية الالتحاق بطريق الحرير مورد آخر ويحول البلد من اقتصاد نفطي إلى اقتصاد صناعي واقتصاد رصين، أكثر رصانة من الاقتصاد النفطي. هذا جانب. الجانب الآخر تشغيل أيادي العامل اللي احنا كنا نطمح إلى إيجاد فرص عمل وإيجاد فرص اقتصادية للشباب، اللي شبابنا الواعد حقيقة احنا ما مسرورين أن نكون نتخذهم بس مجرد أصوات للصعود إلى سدة الحكم. أبدا احنا ننسر وكثير يعني ما نسر أن نوفر فرص عمل حقيقية وفرص اقتصادية للبلد. طيب. نطمح وكثير من القضايا اللي هي تخص وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية قدمنا بمقترحات وقدمنا يعني بدراسات يعني رصينة إلى الوزارتين، وإن شاء الله تنال ترى النور قريبا إن شاء الله. هذا من جانب. جانب آخر لازلنا يعني داخل لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة حاليا على اعتبار أنا نائب رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة، ندفع باتجاه مشاريع حقيقية للبلد للنهوض وإنقاذ الوضع الحالي. احنا اليوم صحيح نطالب فرص عمل لأبنائنا وشبابنا وخريجين. طيب. يعني لما حضرتك تحدث عن كل هذه المجالات أستاذ ياسر، بطبيعة الحال حسب إحصائيات وزارة التخطيط بأن فئة الشباب تمثل 65% من المجتمع العراقي، وأيضا نوهت أنه كان لديكم اهتمام كبير بهذه الفئة المهمة. مساحة الاهتمام اللي أفردتها كتلة الآمال بالشباب، ونتحدث أيضا عن مدى الاستجابة لدعواتكم في ما تبنيتموه لقضايا الشباب. بالحقيقة يعني لاقت ارتياح شديد هذه الدعوات اللي قدمناها، وأنا سبق وأن عرضتها على دولة رئيس الوزراء شخصيا، والرجل يعني كان تفاعل حسن بهذا الاتجاه وأشار بأن الموازنة الحالية هي كفيلة بإيجاد فرص اقتصادية للبلد وللشباب. أنا بالواقع أطمح أن حسب احتياج البلد نحتاج لأيادي عاملة وأيادي متخصصة في مجالات معينة، كأن يكون
بالعلوميين او بالاطباء البيطريين او بغيرهم من الشرائح الاخرى اللي احنا البلد محتاجهم بعينا. اما بقيه الدرجات الاخرى حقيقه لابد من النهوض بقضيه ايجاد فرص عمل حقيقيه، ايجاد فرص اقتصاديه، كان يكون يعني هسه احنا عندنا شريحه الاطباء البيطريين فرضا، اطباء البيطريين عندنا لابد من ان نوجد فرص عمل حقيقيه لهم اما بالجانب الحكومي او الجانب الشخصي وبدعم من الحكومه على ان يكون استيراد المواشي واستيراد الثروات الحيوانيه من بلدان اخرى باشراف وبرعايه وبدعم الحكومه على اي بيد الاطباء البيطريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على درجات وظيفيه. هذا في وان كان المجال يسع الى استيعابهم كلهم لابد من الذهاب بهذا الاتجاه. وكثير من بقية الشرائح، شرائح التربويين والخريجين غير المحاضرين وغيرهم، لابد من الاستفادة من عندهم، لابد من الاستفادة من هذه الطاقات. 65% رقم مهين، 65% هذول الشباب هم اللي حرروا البلاد، وهم اللي بدمائهم وبجهودهم وبهمتهم هم اللي حرروا البلاد. واليوم احنا نجلس على سدة الحكم ونباشر أعمالنا والحياة الطبيعية بالبلد ببركة دمائهم الزاكية. انطوا من الدماء وأصيبوا الكثير وتعوق الكثير، ويعني حقيقة هذه الجهود لابد من ذكرها والوفاء لها. من جانب آخر، أنا كل البلدان تنهض بشعوبها، أنا لابد من استثمر هذه الطاقات، ولكن من التحول من نظام إلى آخر يحتاج إلى فرصة. أنا اليوم من خلال لقائي يعني المتكرر مع دولة رئيس الوزراء يعني تبين لدي بعض القضايا شابه لي قضية التحول من التعيينات بالدرجات الوظيفية والتحول إلى اقتصاد ريعي واقتصاد وفرص يعني جادة، إلى شبيه بتحول البيع العملة، مزاد العملة. الآن مزاد العملة يمضي باتجاه صحيح وباتجاه يعني رصين نوعا ما على مستوى يعني مرضي، ويعني حقيقة بالاتجاه الآخر اتجاه الصناعة يحتاج إلى أو اتجاه الاقتصاد عفوا يحتاج إلى نهضة أخرى. وأنا اليوم يعني قبل كم يوم اجاني مجموعه من الشباب طالبوني بان يفتحون فد مشروع معين في، فبالفعل بادرت باتصال بوزاره الصناعه، ووزاره الصناعه مشكوره ابذلوا الجهود بحيث بوقت قياسي اصدروا الموافقات الاصوليه، وذهبنا باتجاه الشروع بالعمل. ان شاء الله قريبا يكون ايقونه عمل هذه الشباب وثمره جهودهم وعملهم بين هذا الكم من الشباب كانوا طموحين، ما علقوا امالهم كلها على التعيين بالدرجه يعني بالدرجه الاساس، يطالبون بالتعيين لا باس، ولكن ما كانوا منتظرين لهذا الامر، وانما ذهبوا باتجاه فرص اقتصاديه اخرى. سياده النائب، يعني تحدث حضرتك عن وزاره الصناعه، هذا القطاع الصناعي والقطاع الزراعي رغم المبادرات الكثيره والمتعدده من الجهات السياسيه، الجهات النافذه، لكنه لم يلقى الرواج أو الحركة الكافية لكي تدور عجلة هذين القطاعين المهمين. اليوم لما كتلتكم تجعل القطاع الزراعي والصناعي ضمن سلم أولوياته وتشتغل عليها كتلة الآمال من خلال مغادرة مفاهيم الاقتصاد الريعي اللي معتمد على النفط والذهاب لاستصلاح هذه القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير فرص العمل للشباب مثل ما تفضلت حضرتك، فعالية هذا القطاع يعني هل من الممكن أن تدب فيه الحياة مرة أخرى؟ بالحقيقة القطاع الصناعي الحكومي كان يشوب شوائب، ألا وهي سوء إدارة بعض مدراء الشركات، ولا يزال هذا الأمر مشخص في هذه الحكومة على اعتبار أنهم لم يتم استبدال لهذه اللحظة بأعداد كثيرة. كثير من الشركات الخاسرة بالقطاع الصناعي هي يعني متأتية هذه الخسارة من سوء إدارة ملف الشركة من قبل بعض الموظفين أو إداراتها برأس الهرم لهذه الشركة، كان سوء إدارتهم المالية وسوء إدارتهم الاقتصادية وسوء أعمالهم، هذا اللي
ألقى بظلالها على الشركة وأصبحت الشركة خاسرة. الحال حاضر احنا يعني شخصنا هذه الأمور وذهبنا باتجاه وزارة الصناعة لتشخيص هذه الأمور، وإن شاء الله اكو بعض القضايا يعني دولة رئيس الوزراء أخذ بها وسيرى النور بعض الاستبدالات. هذا من جانب آخر، القطاع الصناعي الخاص لابد من النهوض به بشكل فاعل وجدي، أما أن يكون بشكل هامشي لا أبدا، لن يرى النور وسيكون هنالك إخفاق. أما بالشكل الفاعل والجدي يكون عبر خطوات دقيقة ومدروسة تقوم بها الحكومة، وبالفعل حال حاضر الحكومة بخطواتها من مؤتمر هذا اليوم، مؤتمر التعدين أو الصناعات التعدينية، كان مؤتمر موفق، وإن شاء الله يوم غد سيكون مخرجات أخرى ومقررات لهذا المؤتمر، يعني نطمح أن تكون باتجاه صناعات حقيقية لا صناعات فضائية كما كنا نشاهد في سابق السنين أو الماضي السنين القريب. كانت هنالك دعم لكل شركة مبالغ ضخمة وطائلة، ولكن لم تستثمر بشكل صحيح بسبب سوء الإدارات مثل ما ذكرنا. نطمح أن يكون نعم الملفات أستاذ ياسر، عفوا المقاطعة، تبدو أنها يعني متعددة لكن خيوطها مترابطة. لما نحكي على الصناعة حكينا على الزراعة، لما نحكي على فرص العمل للشباب فهي مرتبطة بهذه القطاعات، نحكي عن الخدمات وتوفيرها للمواطن فهي أيضا العلاقات ارتباطية. إذا ما وسعنا الصورة ونتحدث عن طريق الحرير، الاتفاقية الصينية، ميناء الفاو، كتلة الآمال، شلون تقرأ هاي النقاط الرئيسة في بنية الاقتصاد العراقي سواء بالخارج أو الداخل؟ بالحقيقة سبق وإن شخصنا ولا زلنا مصرين على هذا الأمر، على اعتبار أن الالتحاق بالحزام الاقتصادي على الرؤية الصينية هو يضاهي عمل واردات النفطية داخل العراق. هذا يعني بمختصر صورة حقيقية عن الالتحاق، وإنما يضاهيها ويفوق هذا العمل، يفوق الواردات النفطية، على اعتبار أن هذه الواردات عبر طريق الحرير وعبر الالتحاق بالحزام الاقتصادي دائمة المورد. أما الواردات النفطية احتمال 20-30 سنة يعني تنضب هذه الآبار النفطية أو يقل، وحتى العرض والطلب داخل السوق النفطية هذا هم لتأثيره. أما هذا الموضوع لا، هذا الموضوع كفيل بنستثمر خيرات البلد من موارد الأولية، من كثير من الخيرات الفوسفات والسيليكا وغيرها من والأمور، والأسمنت العراقي يعتبر من الأسمنت الدرجة الأولى بالشرق الأوسط وينافس عالميا حقيقة لجودة هذا الأسمنت. هذا الأسمنت متأتي من الأرض العراقية الخصبة، هذا العنوان لابد من استثماره، لابد من أن يجعل يقون الصناعة الوحيدة الرابحة حاليا حكوميا هي الصناعة الأسمنتية. ولكن على كل حال احنا لازلنا نقول اكو ارتباط ما بين الصناعة والزراعة والموارد المائية، على اعتبار ان البلد 60% من البلد هو بلد زراعي، والبلد الزراعي يعاني من شحة مياه، لابد من الذهاب باتجاه رفد القنوات الروائية ورفد وإنشاء مصانع حقيقية لمنظومات الرش وتعديل المنظومات الري الحديثة بتحويل القنوات إلى قنوات مغلقة وتقنين الضياعات النفطية المياه عفوا. والكثير من هذه الأمور لابد من العمل عليها بالجدية لكي تأتي أكلها. يعني هذا الموضوع إذا كان مجرد كلام لا، يعني هذا راح نكون كسابقين من الإخفاقات، ولكن لا نطمح بهذا أن نكون مجرد نلقي بهذه الشعارات، وإنما نذهب باتجاه التفعيل مع الحكومة ومع الوزارة المعنية إن شاء الله. طيب هذه الاستراتيجيات لما نتحدث عنها ليس لا تختصر أو تقتصر فقط على الشأن الداخلي، هنالك أيضا علاقات ارتباطية مع دول مجاورة، إذا ما قلنا وذهبنا إلى المعسكرات الأمريكية أو الصينية، بالتالي هذا المشروع عندما دخلت فيه معظم الدول قضايا تشاركية، وتعرف حضرتك بأنه بدأ التسابق نحو هذا المشروع من السعودية وغيرها من هذه الدول، ولكن
لما تأتي الصين بمبادرتها إلى العراق والعراق يضع حدود وشروط، يعني مسألة إرادة تدخل سياسي بطريقة أو بأخرى سيادة النائب. بالحقيقة هذا الأمر مشخص، إحنا أعني عن يعني كثير من ما طلعت عليه أرى الفيتو والأمريكي على هذا الموضوع واضح للعيان، ولابد من وجود إرادة حقيقية، ونأمل خير بهذه الحكومة، يعني حكومة السيد السوداني، بأن يعني تكون أكثر جدية وأكثر اندفاع بهذا الاتجاه. واليوم استبشرنا خير، يعني حقيقة، بأن سيد دولة رئيس الوزراء طرح هذا الموضوع وطرحه بشكل جاد، وحقيقة هذا اليوم كان هنالك ارتياح عالي. نأمل أن تكون ما بعد هذا اليوم أن تكون خطوات جادة لأجل الالتحاق. نحن كجمهورية العراق قلب الحرير، قلب الحزام الاقتصادي، وأي بلد آخر هو هجين على أي بلد آخر من الدول المجاورة يحاول أن يقوض من عمل ودور العراق باتجاه الحزام الاقتصادي هو بلد هجين ولن يأتي أكله، ولن يكون هنالك تغطية فعلية على اعتبار أن أقصر الطرق وأفضلها. اليوم تحديات العراقية الكويتية ومحاولة الكويت على الرغم من عندها يعني سفح على البحر على الخليج بشكل واسع، ولأنها ضايق العراق لأجل عدم يعني عدم المضي بنجاح طريق الميناء الفاو وعدم الالتحاق. احنا هذا نأكد على الحكومة بأن يكون هنالك لجان حقيقية، وتستبدل هذه اللجان بلجان حقيقية تثبت الدعامات الحقيقية والحدود العراقية المياه الإقليمية العراقية بالشكل الصحيح. هذا من جانب، ومن جانب آخر لابد من الإسراع بالالتحاق وحسم هذا الأمر، وحسم هذا الأمر مع جمهورية الصين الشعبية حقيقة للالتحاق يعني بالأخطبوط الصيني، هذا اللي يشكل جوهرة الاقتصاد العالمي حال حاضر، ولن يكون هنالك منفذ آخر لدى العراق بالالتحاق أو تنويع الموارد الاقتصادية للبلد سواء الباكورة الرئيسية لا وهي الالتحاق بطريق الحرير. شرفتنا بحضورك سيادة النائب الأستاذ ياسر الحسيني رئيس كتلة الآمال الوطنية، وأثريت الحوار في هذا الملف. نشكرك شكرا جزيلا مرة أخرى، ونتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حياكم الله مجددا. نتحدث عن العلاقات الإيرانية السورية المتمثلة بلقاء الرئيسين. يرى مراقبون أنها أثبتت استحالة انتزاع سوريا من قلب هذه المنطقة، بالتالي بناء العلاقات البينية والتحالفات الدولية في هذه المنطقة بعيدا عن الهيمنة الأمريكية لما لهذه العلائق من تأثير بارز على أمن المنطقة وتحقيق مصالحها. نفتح مشاهدي الأحبة هذا الملف ونقش مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. وسط موجات التغيير التي حدثت على المنطقة والإقليم التي باتت واضحة على استقرار أمنها وتجسيد مصالحها والأجواء الإيجابية التي تسود العلاقات الدولية، زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى تلبية لدعوة رسمية من الرئيس السوري بشار الأسد، تأتي بأهمية استثنائية من حيث التوقيت بحسب ما يصرح به خبراء العلاقات الدولية، خصوصا عقب طول غياب امتد ل13 سنة بعد انحسار الحرب الإرهابية التي استهدفت سوريا وشعبها. فموجة رياح التغيير والعلاقات في المنطقة ستنعكس بشكل إيجابي كونها مناسبة لتأكيد العلاقات الإقليمية والدولية وثبات الخيارات لدى البلدين كجزئين أساسيين في مواجهة الكيان الصهيوني ورفض الهيمنة الأمريكية. هذا ما أدلى به المراقبون من ذوي الشأن الدولي.
فزيارة رئيس ذات أبعاد سياسية واقتصادية وإقليمية تصب في مصلحة المنطقة لتكتسي أهمية ملفتة بعد التفاهمات الإيرانية السعودية، كما وصفها المراقبون زيارة استراتيجية وتاريخية ذات مردودات إيجابية لتوقيع وثائق مهمة بأبعاد أهم بالنسبة للبلدين. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور طارق الزبيدي استاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد. حياك الله دكتور طارق. نتحدث عن زياره رئيسي الى سوريا والاستقبال الرسمي والشعبي المهيب والحاشد، وقول بشار الاسد ان زياره رئيسي غنيه بالمضمون والتجارب. من وجهه نظر العلوم السياسيه، كيف يمكن قراءه هذا التلاحم في وقت بأن سوريا أصبحت مكشوفة الظهر ويعني بمهب الريح؟ أهلا وسهلا بحضرتك سار أحمد والمشاهدون الكرام. حيث. في حقيقة الأمر زيارة السيد رئيسي لسوريا مضمونها اقتصادي، ولكن فيها رسائل سياسية واضحة، ومن أبرز تلك الرسائل هو أن الخط السياسي الذي انتهجته إيران وانتهجته سوريا في المنطقة هو خط متوافق، وكل دولة تنظر للدولة الأخرى أنها عمقا استراتيجيا، وبالتالي فعملية يعني الزيارة هي توثيق لهذا الخط والموقف السياسي اللي هو الداعم وهو واضح. والعلاقات السورية الإيرانية تختلف عن العلاقات الأخرى في المنطقة باعتبارها علاقة فيها عمق تاريخي تقريبا أكثر من 40 سنة، العلاقة ممتدة، وكذلك الحال هذه العلاقة تقريبا ثابتة وواضحة، والموقف يعني السوري من إيران والموقف الإيراني من سوريا ظل ثابتا في إطار يعني العلاقة الاستراتيجية الثابتة. أعتقد أن هذه الزيارة في توقيتاتها فيها دلالة كبيرة، من أبرز تلك يعني الدلالات فيما يتعلق الدلالات الزمانية أن سوريا هي على موعد من رجوعها إلى قمة الدول العربية، وإرجاع سوريا لممارسة دور كبير في المنطقة، دور محوري يحتاج إلى دعم، وأعتقد أن إيران تحاول أن تستمر في دعم سوريا في هذا الجانب السياسي. فضلا عن ذلك هناك دعما يتعلق بالجانب الاقتصادي، باعتبار أن الوفد الذي زار سوريا ليس فقط هو وفدا يتمثل بشخص السيد الرئيس رئيس الدولة، وإنما الوفد هو رفيع المستوى، فيه وزراء متخصصون في مجالات مهمة، جانب عسكري، جانب اقتصادي، جانب أمني، وهذا أندل على شيء يدل على يعني الاهتمام المتبادل ما بين الدولتين لغرض إيجاد يعني فرصة لمساعدة سوريا لغرض الانتقال من مرحلة إلى مرحلة. صحيح أن سوريا بالوقت الحاضر لم تنتقل إلى مرحلة البناء بعد الحرب الكثيرة الدامية منذ 2011، ولكن نعتقد أن عملية الدعم المطلوب لسوريا لا يقتصر على إيران، وإنما سوريا تحتاج دعم آخر من دول أخرى، باعتبار أن البنى التحتية والمشاكل والأزمات الموجودة في سوريا لا يمكن أن يحلها طرف واحد. نعم. دعني أرحب بضيفي الكريم، ينضم معنا من طهران عبر سكايب سيد حسين الوران المحلل السياسي. حياك الله أستاذ حسين. نتحدث عن المنطلقات اللي بدأ الحديث منها دكتور طارق الزبيدي بأهمية هذه الزيارة على مستوى التقارب والتلاحم بين البلدين، ولكن على النقيض من هذا كان على خلاف الترحيب والحفاوة في الاستقبال هناك انزعاج وقلق من جانب الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي وتخوف من نتائج الزيارة. يعني على ماذا يقوم هذا التخوف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. حياك الله أبو. يعني في تصوري أن علاقة إيران بسوريا هي علاقة أنه متعددة الأوجه، الجانب السياسي والأمني فيها بارز بشكل كبير، ورأينا ذلك في يعني الحرب على الإرهاب في المنطقة. في الجانب الاقتصادي الموضوع بحاجة إلى تطوير، والاتفاقات التي جرى التوقيع عليها هو محاولة لرفع مستوى التعاون الاقتصادي والاجتماعي والسياحي إلى مستويات تتلائم مع التحالف السياسي والأمني بين إيران وبين سوريا. لماذا الانزعاج الصهيوني وكذلك الغربي؟ لأن أساسا المؤامرة التي حيكت ضد سوريا هي كانت نتاج غربي وأمريكي بالتحديد، ممول عربيا، وإسرائيل كانت منخرطة بالكامل في هذه المؤامرة الكونية ضد سوريا. من الطبيعي جدا زيادة التحالف والتعاون بين إيران وسوريا وعودة الدول العربية إلى الحضن السوري وليس العكس، هو مسألة مهمة تعكس أن السياسات الأمريكية فشلت فشلا ذريعا. يعني رأينا أن بعض حتى المسؤولين العرب قالوا أنهم أن هناك أكثر من 150 مليار دولار تم صرفه على يعني مشروع إسقاط النظام في سوريا، وهذا كله فشل. وهذا الفشل لم يأتي من فراغ، يأتي على خلفية صمود الشعب السوري والحكومة السورية، و يعني مساعدة الحلفاء لسوريا في هذا الإطار. من هنا أتصور أننا الآن أمام مشهد جديد، مشهد أن الحكومة السورية تقترب من الوضع الطبيعي في المنطقة وفي سوريا، وأن الكثير وصل إلى قناعة أن موضوع إسقاط النظام هو لم يكن إلا جنون ومغامرة أمريكية لا يمكن تحقيقها لا في الماضي ولا في الوقت الحاضر ولا في المستقبل. عفوا دكتور طارق، يعني سوريا بعد سنوات الحرب ما احتاجت يعني إلى فقط مساندة، وبعد أن أثبتت وجودها كانت هنالك حاجة لنهضة عمرانية. نتساءل عن اتفاقات الشراكة بين طهران ودمشق، هل ستسهم في جهود البناء، خاصة وأنها تأتي بعد تشكيل لجان متعددة؟ هذا التقارب وفي انفراجة الأزمة هل سيستمر على ما بعد الأزمة وخلاصها والتوجه نحو العمران؟ نعم، في حقيقة الأمر المشهد السياسي في المنطقة تغير كثيرا ما بعد الاتفاق الإيراني السعودي، باعتبار أن هذا الاتفاق انعكس بدلالاته الواضحة على المشهد السوري والمشهد اليمني، وكذلك الحال بالمستقبل أعتقد سوف ينعكس على المشهد اللبناني. قدر تعلق الأمر بالأزمة السورية، أعتقد أن سوريا من خلال المشاكل والأزمات التي مرت بها قد استفادت حقيقة من دروس مهمة تتعلق بضرورة يعني إيجاد أفضل الطرق ويعني وإيجاد أفضل العلاقات الاستراتيجية مع دول معينة قد وقفت معها وقت الأزمات، وكذلك الحال أنها أخذت مواقف من دول أخرى لم تبدي المساعدة لسوريا، بل العكس من ذلك ساهمت في تدمير سوريا في سواء كانت بقصد أو دون قصد. أعتقد أن سوريا بالوقت الحاضر يفترض أن نتكلم بواقعية تحتاج إلى مزيد من يعني البناء والإعمار، وتحتاج أيضا الكثير من الجهود السياسية والدبلوماسية، وكثير من الجهود أيضا المتعلقة بإعادة يعني إعادة ترتيب المنطقة، وتحتاج إلى جهود لغرض يعني إزالة التوترات الموجودة في الشمال السوري والتدخلات الموجودة من قبل بعض الدول. فضلاً عن ذلك، لغاية الآن سوريا لم تستطع يعني السيطرة التامة الكاملة على جميع أراضيها، ولذلك أعتقد أن المشوار بدأ صحيح ولكن يحتاج إلى جهود أخرى
من قبل يعني الداعمين المتعلقة فيما يتعلق بإيران، وأعتقد بالمستقبل سوف يدخل على الخط دول أخرى. يعني أكو نقطة جدا مهمة فيما يتعلق بتركيزنا على الاتفاق الإيراني السعودي. التركيز يتعلق بما يلي، أن استمرار هذا الاتفاق سوف يمهد إلى مساعدة سوريا، أن استمرار هذا الاتفاق الإيراني السعودي سوف يظهر لنا علاقات نوعية بالمستقبل ما بين إيران ودول أخرى بالمنطقة، ليس فقط سوريا ولبنان واليمن، وإنما أتوقع أن العلاقات الإيرانية أخذت بعدا أوسع وأكثر ما بعد الاتفاق. نعم. طيب سيد الوران، نتحدث عن ما يمكن تنفيذه من اتفاقات التعاون السياسية العسكرية الاقتصادية. هنالك فيتو أمريكي على هذا المسار، خاصة مع الإصرار الأمريكي بالإبقاء على قانون قيصر. نعم، يعني أمريكا لا زالت مصرة على عزل سوريا، ولكن الوقائع تثبت فشل السياسة الأمريكية. يعني عندما يزور الرئيس الأسد عمان مثلا، أو تكون هناك زيارة لبعض الوزراء الخليجيين ومنهم السعودية، أو زيارات إلى مصر أو إلى الجزائر إلى أكثر من دولة، تونس، هذا كله إعادة فتح السفارات في دمشق، هي تعكس أن الإرادة الإقليمية الآن هي تسير باتجاه إفشال السياسات الأمريكية التي القائمة أساسا على عزل سوريا. حتى تركيا الناتو، وتركيا التي استقبلت الكثير عشرات الآلاف من الإرهابيين وقامت بتدريبهم وإدخالهم إلى الداخل السوري، الآن هي تحاول فتح علاقات مع سوريا. والآن في الانتخابات التركية أردوغان يقول أنه إذا فاز يكون هناك لقاء قمة مع الرئيس الأسد، ومنافسه أيضا يقول أنه إذا فاز في الانتخابات فأنه سيعيد العلاقة مع سوريا. يعني هذا يعكس أن العودة إلى سوريا أصبح ضرورة لا تستطيع تركيا الناتو من تجاهلها. وفي هذا الإطار أتصور أن عندما تكون الإرادة الإقليمية أقوى من الإرادة الأمريكية، نحن يمكن أن نتحدث عن فرص جديدة تساعد سوريا في عملية إعادة البناء وحسم الحرب ضد الإرهاب وضد الانفصاليين فيما بقي منهم في الداخل السوري. هنا نتحدث ما يتحدث عنه السيد الوران دكتور طارق، هل يمكن أن نعد زيارة السيد رئيسي هي تتويج لما تم إنجازه على مدى 12 عام من الحرب وأفرزته داخل الإقليم من موازين قوى جديدة لم تؤثر في مساحة سوريا فقط، وإنما أثرت في الإقليم إن لم تكن تأثيراتها عام، وأنت حضرتك متخصص في هذا الشأن؟ حقيقة الأمر يعني أبرز الرسائل الواضحة من خلال الزيارة هو إعطاء صورة واضحة أن الخط السياسي اللي انتهجته إيران وانتهجته سوريا هو خط واحد، وقد استطاع أن يصمد أمام جميع التحديات طيلة 12 سنة. هذه الرسالة الواضحة المعلنة من خلال هذه الزيارة. أعتقد أن بالرغم من التفاؤل في إطار هذه الزيارة وتوثيق هذه العلاقات، ولكن مثل ما تفضلت حضرتك وضيف الكريم، أن الإرادة الدولية هي غير راغبة في هذا الموضوع، والإرادة الإقليمية مترددة، وأما الإرادة المحلية المتعلقة بسوريا هي راغبة، ترغب في إطار تطوير العلاقات وإيجاد نوع من التفاهم والمشتركات في إطار السياسة المتبعة في المنطقة. ولكن أعتقد أن الرغبة الإقليمية بالرغم من انعكاسات الاتفاق السعودي الإيراني على الرغبة الإقليمية، باعتبار أن السعودية تمثل رقم مهم على مستوى دول الخليج وتأثير على الدول الأخرى، بمعنى رغبتها في التقارب مع إيران والتقارب مع سوريا وغيرها هي ليست رغبة دولة منفردة كسعودية، على العكس من ذلك،
قد تلتحق بها دول أخرى، ولكن يبقى الموقف العربي والموقف الإقليمي لغاية هذه اللحظة هو موقف خائف متردد، لا لم يحسم أمره، ولذلك لغاية الآن لم يتم بالرغم من المفاوضات الكثيرة على عودة سوريا، ولكن لغاية الآن لا يوجد هناك قرار بات وقطعي بضرورة عودة سوريا بأسرع وقت ممكن، لغاية الآن متردد. قدر تعلق الأمر بالرغبة السورية، سوريا تحاول أن تبدي حسن النية اتجاه يعني اتجاه الدول الأخرى، حتى وإن كانت الدول لديها مواقف سلبية من سوريا فيما سبق، ولكن سوريا تحاول أن تفتح صفحة جديدة وأن تدشن في إطار علاقاتها مشهد سياسي جديد يختلف عن المشاهد السياسية السابقة. الملف الدولي لما نتحدث سيد الوران على الجمهورية الإسلامية وروسيا تحديدا ببذل جهود للتقريب بين سوريا وتركيا، هنا نسأل هل راح تضيف سيادة زيارة السيد رئيسي إلى هذا المسار شيء جديد حسب وجهة نظرك؟ يعني في تصوري أن زيارة السيد رئيسي هي تحمل رسالة لكل دول المنطقة أن التحالف بين إيران وسوريا، التحالف الاستراتيجي، لا زال قائما، وأن على كل الأطراف ومنها تركيا وبعض الدول في المنطقة يجب أن تحسب حساب هذا التحالف، أن إيران إلى جانب سوريا سواء كانت في فترة الحرب أو في فترة إعادة البناء، وهذا ما أكده السيد رئيسي. يعني دعني أكمل مسألة أخرى، وهي أن يعني أتصور ما تفضل به الأستاذ طارق هناك تردد إقليمي، لا، يعني التردد الإقليمي الآن بدأ ينحسر، هناك متغيرات دولية، هناك نظام دولي جديد، هناك نظام صاعد وهناك نظام هابط. النظام الغربي الآن هو في طور الهبوط، لا يستطيع أن يعيد بناء اقتصاده والعودة إلى مرحلة النمو المتسارع اقتصاديا. الاقتصاد بعض الشيء يعاني من أزمات، البنوك تفلس، هناك ديون كبيرة على أمريكا 31.5 تريليار دولار، يعني $1,000 $31,000، وكذلك أوروبا، في حين أن الدول الصاعدة وكذلك هناك تفكيك في الأسرة، يعني في الغرب التأكيد على الحريات الفردية وصل إلى مستويات أدى إلى تفكيك الأسرة وإيجاد حالات شاذة من التعاملات الجنسية إلى آخره، في حين أن في المقلب الآخر هناك دول صاعدة فيها النمو متسارع، ليست عليها ديون، الأسرة يعني لا زالت الوضع الاجتماعي منسجم شيئا ما. من هنا انتقال مركز القرار الدولي من الغرب إلى آسيا يعني هو حقيقة الآن يمكن أن نتكلم عنها، والاتفاق الإيراني السعودي هو نتاج لمجموعة من المتغيرات منها النظام الدولي، يعني بعبارة أدق أن السعودية اليوم ليست السعودية أمس. السعودية اليوم تقول لأمريكا لا، عندما تطالب السعودية بأن لا تطبق اتفاق أوبك بلس وتخفض 2 مليون برميل من النفط. السعودية الآن تقول لأمريكا لا عندما تتفق مع في خلال زيارة الرئيس الصيني إلى السعودية وتتفق معه على بيع 2,400,000 برميل يوميا من النفط في مقابل اليوان وليس الدولار الأمريكي. يعني في القاموس الأمريكي شراء وبيع النفط خارج إطار الدولار يعتبر من الكفر، ولكن الآن السعودية، الإمارات وبعض الدول الخليجية الأخرى بدأت تتعامل مع الصين ضمن إطار مختلف وعلى أساس اليوان. من هنا نحن أمام ظرف دولي جديد، هذا الظرف الدولي له مستلزمات، من ضمن هذه المستلزمات أن الدول خاصة الخليجية منها تحاول بناء يعني هامش سياسي لها تختلف فيه مع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن هناك هامش مستقل عن سياسات وإملاءات أمريكا، وهذا ما يجعل هذه الدول
تذهب إلى سوريا خلافا للإرادة الأمريكية. يعني الذهاب هو موقف مهم لا يمكن تجاهله أو يمكن أن نضعه في خانة الترديد، لا هو في خانة الحسم السياسي والموقف المستقل عن الإدارة الأمريكية. طيب أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين وران المحلل السياسي، حدثنا عبر سكايب من طهران، وأشكر كثير لحضرتك دكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.